خير عليكم حبايبي لا فامي اللي راكو تتبعوني اليوم. ها ندير لكم ان شاء الله ندير لكم طبيخه تاع زمان، جلبانه وقرنون وفول. ودرت لكم واحد الطاجين تاع الزيتون وسيترون كونفي، درت فيه لي بوم دو تير والبطاطا مع الزيتون فيولي افيك لا فيوند. لا فيوند اللي حبيتوها ديروها. دونك حبيتو تشوفوا لا غوسيت معايا، هيا روحوا تبعوني ونديروا لا غوسيت انصومبل. و بيان سور جو في فو بروبوزي ان فلان كوم ديسير سي جوري لو طون جو لو في، سينون جو لو في سيباريمون با افيك لا غوسيت تاع طبيخه و تاع الزيتون. الي اروحوا معايا نشوفوا لي غوسيت هادوما. و لي دو غوسيت قبل ما نعطي لكم شاك غوسيت وحدها واش راح ندير لكم، راح نقول لكم واش نسحق. دونك راح نديرو كوم مونطري طبيخه. دونك طبيخه واش راح نسحق، راح نسحق بيان سور الفول. هذا فول خضر تلقيتو في المارشي شهاني دونك شريتو. دونك هنايا نسحقو 500 غرام تاع فول، وهنايا عندي واحد 300 غرام تاع القرنون فون دو تارتيشو، وعندي الجلبانه فوالا. في هذا واش نسحق بوغ لي زيبيس، نسحق فلفل عكري، فلفل كحل والملح، وثلاث سنات شويه كوميم كبار تاع الثوم، وبيان سور شباح الصفراء سي نورمال. شباح البلا هو هذا الفلفل، فلفل دريس، هذا فلفل احمر يابس راني درتو شويه في الماء باش ندرسو باش نديرو في الدرسه، والماء هذا نسقي به الفول، نسقي به لو بلا، وبيان سور هاد المهرز. دونك كملنا بوغ هاد الطبيخه باردون. دونك بوغ الطبيخه جوري بوزوان دو 500 غرام دو فيف فريش، دو 300 غرام دو بيتي بوا، et aussi 300 à 250 grammes de fond d'artichaut. Ou j'ai oublié de vous indiquer aussi l'arbia, le hachiche, le mqtfa, ou bien sûr le nana, le tbikha, ou chlazm, la coriandre et la menthe. Donc voilà, pour les épices, paprika, poivre noir, du sel, et bien sûr 3 gousses d'ail. Et aussi du piment fort sèche que j'ai mis dans l'eau pour l'écraser avec l'ail dans cette cet appareil mehrez. Mon mehrez hnaya bel arabia, peu en français je sais pas comment on appelle ça. Donc voilà, hadi pour la première recette comme entrée. Donc nhi hadou w ndni lkom la recette deuxième. Pour la deuxième recette, bien sûr, mqbila nsit ala l'akhor, c'est normal, le plat l'oul ta tbikha ndiro fiha zit. Donc nbda hadi hada chour tajin tajin zitoun, tajin zitoun mais à ma façon. Donc nshaq chouya lhem, hna dert chouya le veau hakak wahed 200 grammes, machi bzaf. Nshaq deux gros oignons comme ça, aussi nshaq tlet. بون هذا نحطو هنايا، هذا نولي ليه تلت حبات بطاطا نقطعهم اون كاتر، و دو كاروت افيك ان بوافرون روج ولا فيغ لي حبيتو، و بيان سور واحد 150 ا 200 غرام دوليف فيولي. هذا إلي با دي نوايوتي اي سا با دوني دو غو بارابور لي بلا دوليف. إلي ان بو il est un peu acide mais في الماكلة يجيبني خير من الخضر. دونك فوالا هادو الناس اللي ما يحبوش طاجين الزيتون راهم عارفين روحتيهم شكون. دونك بالك يديروا هاد لا روسيت يجيهم مليحه بوغ لي ايه او جوري بوزوان. هنايا هاد الطاجين يسحق الحشيش والمعدنوس كوريوند اي بيرسيل. بوغ لي زيبيس كيسكو جوري بوزوان، وي هنايا ريغاردي تانيك ربع حبات ولا خمسة تاع الثوم. بور لي زيبيس سيل بوافر كوريانت
Là, c'est curcuma avec un peu de colorant et gingembre avec un bâton de cannelle. Voilà, et bien sûr de l'huile. Bien sûr de l'huile pour le plat. Voilà, n'aoudelkom. Donc, on a eu un sac. نسحق ما باليش الا بديت بالفرنسي ولا بديت بالعربيه مي معليش في الاعاده الافاده دونك هنايا واحد 300 غرام تاع فيوند اللي حبيتوها مي انا جو بريفير سوا انيو سوا فو باسكو سا برون با بوكو دو طون فوالا عندي زوج حبات بصل كبار ثلاث حبات بطاطا زوج حبات زروديه اي حبه تاع بوافرون روج ولا فير ولا جون اللي حبيتو هذا في على فا وعندي ربع حبات ولا تاع توم مويان وهنايا عندي واحد 150 ا 200 غرام دوليف فيولي زيتون فيولي بور لي زيبيس واش نسحق الملح الفلفل الكحل الكوريوند فاش يقولها يا ربي استغفر الله يا ربي دوك نعاود نوليها سكنجبير هادو غير فم غير فا تاع قهوه صغيره سكنجبير و كركما كركما مع ان بو دو كولورون جون وهذا حشيش مقطفه مدروس واسمها لي غران تاع لا كوريوند فوالا اي بيان سور الزيت جيسبر كو ما نسيت والو انا دوكا واش ندير نبدا لكم بلونتري باسكو اي برون با بوكو دو طون جو في فو مونتري كيفاش نبدا نديرو دونك هنايا هاني جبتو هادو بعد ما غسلتهم واش ندير ندير هاد الفول نديرو في لا كوسكوسيير شوفو هنايا لا كوسكوسيير يفور مع الجلبانه والقانون دونك هاني جبت لا كوسكوسيير دوك نوريكم هاني هنايا درت الفول ونزيد القانون شوفوا يتفوروا لي الماء ديجا راه يغلي يتفوروا لي تحسبوا 10 دقائق باش يكمل الطياب في وسمه فوالا ونزيد ندير حتى ضربه واحده 10 مينوت صايغه تشوفوا هنايا هكذا باش نغطيه هنا نغطيه بان ساك اون بلاستيك ان ساك اون بلاستيك باش لوفار يقعد الداخل دونك هنا دون سور لا كوسكوسيير جي مي لي فيف جي مي لا فون دارتيشو اي جي مي اوسي لي بيتي بوا دونك جو في لي كوفرير جو في كوفرير لا كوسكوسيير افيك ان ساك دو ساك اون بلاستيك دونك فوالا كوم انا ما عنديش ان ساك نورمال دونك جي في افيك سا ونغطيه ونعطي لكم ان اوتر استوس كاين دي فوا الجلبانه والفول يجي صامت انا واش ندير انا كي نشوفو بدا يفور بدا يدخلو طياب راح ندير له مغرفه تاع السكر اون بودغ كريستاليزي مغرفه تاع ماكله تاع سكر كريستاليزي ومن بعد ندير له بيان سور شويه تاع الملح باش يتفور بنين فوالا دونك نخليه يطيب ونعاود نولي لكم كيفاش نبريباري الدرسه تاعي دونك هنا نجيب المهرز وبيان سور توم باش يجيني ساهل ندير له هكا شلي كراس كوم سا ليك ونديرو معاهم لي زيبيس دونك قلنا الملح والفلفل الكحل والفلفل الاحمر سيتو هذا ما كان يسحق والو حاجه كبيره وتجي بنينه ابخي كاين اللي يحب يدير الكمون تقدروا ديروا الكمون فيه كيما حبيتو بالك نديره لكم الا حبيتو ندير لكم الكمون وهنايا جراجوت هذاك الفلفل ندني لكم هنا الفلفل الاحمر وشويه تاع الماء تاعو باش يسهل لي دريز وابخي ان بو لويل وللريحه الريحه ما نقول لكمش تاع الدرسه تاعي نحكم الحشيش نقطعو هكذا مع شويه تاع النعناع شوفوا سيو هاد لا ريسيت كوم سا
شوفوا طبيخه تولوا ما تستغناوش عليها. هنا ونبدا ندرس او يطير لي شويه باسكو ما اي فوالا تجي شويه حاره. هاي لك شوفوا الدرسه تاعي. هنا نوجد دوكا الطنجره تاعي، نوجد الطنجره تاعي اللي تروح نديرها فوق النار ونبدا نقلي شويه هاد الدرسه تاعي. هنايا ندير لها الزيت بيان سور، شويه تاع الزيت باسكو راني دايره ليها، ونجي نفرغ الدرسه تاعي. نقسمها شويه دونك هذا الماء اللي كان في الكاس اللي شمخت فيه الفلفل تاعي الاحمر، حار شويه اللي ما يحبش الحار يقدر يستغنى عليه، مي هاد الحاجات تاع الدرسه دائما يحبوا الحار. هاوليك نخليه يتقلى تانيك بعقله فوالا لو طون اللي يتفور ليه شويه لو طون اللي يجوزو 10 مينوت هكذا. دونك انا نغطيه ونعاود نولي لكم باش نعاود نولي للطبق الثاني. هنايا ها وكملت التفوار شوفوا قلت لكم 10 مينوت با بلوس. هاي ديك المغرفه تاع السكر المغرفه تاع الملح نخلطهم هكذا ونديرهم بالفوق. صدقوني الحاجه اللي تكون صامطه تولي لكم حلوه بيان سور السكر سي نورمال. دونك تشوفوا نتوما بزاف مي ماشي بزاف باسكو راح نقلبوا انا. نهاولي كيفاش ندير الانسيان فوالا دوكا نحيه ونديرو في الكاسرونه هادي تاع الدرسه. دونك انا نحي الغطا ونفرغ ديراكتومون هذا هنايا بلا ما نصفي باسكو قلت لكم باش انايا هاد الطاجين ما فيش تقدروا تقولوا ما فيش الماء غير بين الماء تاعو تاع الفول تاع بون باش ما يديرليش الحس. نحي هذا هاني درتو باش نطلع شويه الثوم ما كاينش كثر من البساطه. نحاليك ديجا راهو فيه الماء انايا باش ما نخليهاش في خاطركم نزيد له شويه كمون وبيان سور شوفوا هاد لو بوكي تاع تاع لا مونت ولا كوريونت هكذا ونزيد لها شويه كمون ما نخليهاش في خاطركم ساجون ساشونج كيما يقولوا. ها وليك شويه تاع الكمون هذه المغرفه الصغيره تاع لاتاي ماشي ميم با تاع القهوه ميم با ماشي معمره النص وندير لها هنايا شويه كمون ونقص لها على النار هايليك شوفوها ونغلق عليها ونخليها ويعطيكم الصحه. وجولي جوست دير اون شوز كيما يقولوا الى عجبكم وسيتو لي غوسيت تاعي مدابيا كي دير كومونتير دي كومونتير كي فون بليزير كيما لو كومونتير تاع ما كوبين اونفا ما كوبين ما ما كوليغ مون امي ناديا كيما كوموندي اي ابارامون عجبوها كيما كيما لا كوموندي اونفا باردون لا كوموندي سامسا سامس العجين وابارامون عجبتها تاكلها بالصحه ولهنا هي وولادها ان شاء الله. Allez, je vous dis à tout de suite et on enchaîne avec le deuxième plat. Pour le deuxième plat, je vais vous dire que 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 ou le filfil aussi l'ahmar poivron قطعتو هكذا طويل de toutes les façons في طياب راح هذا نديروها presque à la fin
دونك يجي طويل كوم سا. الزيتون راه مشلل راه يغير ديجا، وبيان سور الثوم قطعته بهاد لا فاصون، والحشيش والمعدنوس اوسي قطعته. دونك لي زيبيس هامبلي كيما قلت لكم عليهم. وانايا ماشي نسيت حاجه مهمه، كي دي اوليف دي سيترون كونفي، هاو عندي نص سيترون كونفي. ومن بعد كي نقلي البصل راح نعصر معاه شويه تاع القارص. دونك نبدا الكاسرونه اللي درتها فوق لا بلاك دا لا جو في كومونسي بيان سور بان سيت الحم. هاوليك الحم هو اللي نبدا نقليه او ديبو كيما حبيتو. دائما درت شويه زيت وندير شويه تاع السمن اللي خدمتو انايا. الزيت تاعي بدات تسخن بيان سور كيما قلت لكم، ندير شويه تاع السمن اللي يدير البنا فوالا، ونحط ديراكتومون اللحم الموتو تاع الحم تاعي. نزيد البصل تاعي يكون يجي قليل ديالو يجي نحس انا واش ندير هنايا. كي درت البصل نغلق عليه ونخليه فريمون يذوب، نقص على الفرنو ونخليه يذوب باش نزيد اوتر شوز ميم لي زيبيس جي باني. دونك هاوليك البصل تاعي داب، واش ندير انا؟ نزيد الثوم تاعي ونخلط نقطع لو سيترون كونفي، ندير لو سيترون كونفي، اي بيان سور كيما قلت لكم نص حبه تاع قارص. شغل نديكلاسي بيه لو بلاط تاعي. هاكاك، وهنايا بيان سور الحشيش والمعدنوس. اللحم تاعي تقدروا تقولوا بدا يطيب، تقدروا تقولوا هاو طايب. واش ندير هنايا؟ جو راجوت لي كاروت دوك نقولكم ابخي لي زوليف تاعي باش يطيبو ويديرو يحطو هاديك البنة في الطاجين تاعي. وبيان سور الفلفل الأحمر تاعي راكو تشوفو هنايا مازال ما درتش لي زيبيس، ني ملح ني والو. كي ندير هاد الخضره تاعي لا ندير لي زيبيس تاوعي، الملح ولا الفلفل الكحل جونجومبر كوريانت اي كركما افيك ان بو دو كولور. نيلكم باش تشوفوا كيفاش راهو. هاوليك دوكا انا نغلق عليه لا ميم شوز او ابتي فو، نخلي تانيك الفلفل يطلق شويه الماء تاعو، الثوم نخليها ابتي فو، ومن بعد نزيد فيه جوست كاس تاع ماء سخون ماشي معمر. دوك نوريكم كيفاش داير هذا الكاس تاع 200 ملل. هذا سيتو، هذا من باش نمرق به سيتو ونخليه يطيب بيان سور ابتيف. نغرق عليها ونخليها شويه تعرق شويه ومن بعد نمرقها.
نحل عليها كما قلت لكم. شوفوا غيطلق الماء وزيد هذاك لو جو تاع السيترون. هاوليك الكاس تاع الماء غير باش يطيب لي الزروديه والبطاطا. هذا باسكو اللحم ديجا طيبته في البصل تاعقلو. نخليه يغلي لو طون لي طيب الزروديه وندير فوقو لا بوم دو تير ونخليها طيب غير بلوفار. ا توت سويت. ودوكا هاوليك الطاجين تاعي. هاوليك شوفوا هذاك الكاس تاع الماء راه شربو ومازال فيه كيما راه هكا. واش ندير؟ نسد فوقو لا بوم دو تير. نورمالمون يطيب في الطاجين مي جي اشتي طاجين اون فوا ا اوشون بصح لو بروبليم طيبت فيه غير درتو فوق النار درت فيه الزيت طرطق دونك فوالا لازم نلقى واحد سوا من الماروك سوا منا مي دو بون كاليتي. فوالا دونك البطاطا نديرها دو سيت فاصون هكذا باش ما تتحرحرليش. جيسبر كو راهي بان لكم هايليك. واش ندير؟ بيان سور نزيد لها الحشيش والمعدنوس ونخلي شويه انكور على فان. نقول لكم شي يجي بنين ومعسل. نحاولك دونك انا نغلق عليه ونخلي البطاطا تاعي طيب ومن بعد نوريهم لكم كي نسقيه لكم مع بيان سور. هاوليك هذا تاني كطاب او لا 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 راهو يشهي الطبيخه تاعي راهي طيبه لا ميم شوز هكذا. ندير فيها الحشيش والنعناع وتانيك على واحد لاستوس بيان وبنين. شوفوا ان فيلي دو لويل دوليف ما عندناش زيت زيتون انا شارينو من اوشون الكارفور غلقونا البلاك وخلاونا بلا زيت زيتون دونك هاوليك فوالا. دونك نغلق عليهم هذا راه يكمل يطيب هذا طاب هاني طفيت عليه فوالا ونوري لكم في طبق التقديم. واذا كان بقالي شويه وقت باش الفيديو ما يجينيش كبير نشوف ندير لكم ان ديسير ان فلون ميزون ولا ما قدرتش نديره لكم غوسيت وحدها ماشي شرط اليوم. دونك فوالا علي ا توت سويت. نبدا نسقي لكم في الطبيخه تاعي. ندير لها هاد النعناع هنايا وشويه حشيش غير شويه ماشي بزاف. فوالا واش بقالي دوك هذا ندميه هنايا ونسقي لكم بيان سور الطاجين. يجي ناشف شويه ندير لكم شويه تاع الزيتون واللحم
dirais une petite sauce parfait. Citron confit. Ou bien sûr avec la pomme de terre les tartins tata kibera نسكنها لكم يدي نقينا نوش الحشيش والمعدنوس الحشيش والمعدنوس وهنا الا حبيتو تزيدو لها ترون دو سيترون سي انكور ميو هايليك هذا الطاجين تاعي دونك زيتون فيولي نتني لكم هكا شويه مع الطبيخه تاكلوها بالصحه ولهنا هايليك كيما حبيتو تحبوا تبداو بالزيتون تحبوا تبداو بالطبيخه حقه كيما قلت لكم وهذا هو الديسير تاعنا اللي درت لكم فلان باتيسيي ميزون تاكلوهم بالصحه ولهنا وابيانتو باقي عليكم غير تجربوا لا غوسيت تاعي واذا عجبتكم توميو سيوها ونستنى لي كومونتير allez je vous embrasse tous à bientôt